تاعنا. خلال هذه التجربة رايح نسطر برنامج اللي في موسم 2024-2025، أننا نسعى باش نوسع هذه الشعبة اللي هي استراتيجية. 2024 الحمد لله راهي سقطت اللي مشينا فيها، درنا باللي هذا جبنا قطار ونص بدينا به إن شاء الله، ورانا نتبعوا في حبة حبة إن شاء الله. في آفاق، شوف ما كاش بلادنا ما كاش حاجة ما تجيش، هذه نعطيها لك كمعلومة، كل حاجة تجي، ولكن لازم نقيم الشيء قبل ما نحط الاخر شي، نعطي له تقييم. نعرف كاين دي دراسات من قبل قالت باللي هذا عباد الشمس ينجح في الجزائر، لكن لازم له ماذا تاريخ البذر نحترموه، نجيبوا الاصناف اللي ما طيحناش في وسط السخانه.